جاهز؟ شوفوا يا شباب، شوف الله بعد اذنكم يا شباب. القهوه فاستين فاسو روح رجع. اول شيء يشدين اعطاه يشدين، اول شيء اعطاه يشدين بعدين. هذا ما قام به الجيش العربي السوري في مدينة دير الزور من تكسير الممتلكات العامة وآليات الشعب. أكيد يعرفون هاي الإصلاحات اللي قام يعدنا بها بشار الأسد. اليوم 9/8/2011 9 رمضان يوم استقبال وزير خارجية تركيا من أجل إصلاحات اللي عدنا بها بشار الأسد.